مرحبا في حلة اللي يحتمي في عيال عمه، حلة ما رحبوا فيها لا جانب على لسانه. يا سناني ما بديت إلا وأنا قد المهمة، والرسائل واضحة مير المجالس بالأمانة. البقع باللي يرحب في المقام اللي يهمه، يحتمي ميقاف ابن عمه ويقف في مكانه. والله إن الكفوة في الميقاف ما يمكن ذمها، موجز النشر الصدر لكن الخبر باقي بيانه. يا محمد كان لك قدرة في لما الشمل لمه، ديننا الإسلام واحد ما نبى غيره ديانة. عشان المصالح بعدم ما درنا لي بيع دم نوع من الخيانة. واحد قلب السليم وواحد ما فيه ذمة، مرانا وياك لا داعي نعيد الاسطوانة. من هو اللي سمى مالافكار واغرقها بسمها، والنهاية طاح بو زيد الهلالي عن حصانه. الغشيم يقرب البارود لين انه يشمه، والذكي يدري عن اسلوب المراوغ واللعانه. Thank you.
اليتيم علي قبل سن الفطام توفت امه رجعوه البيت صلبه قبل يوصل الحضانه أنت ناوي تعقد القمة لكن ما فيها قمة احترمت اللي يشوف الناس زمن ما هو زمانه